نساء من لبنان والعالم، سطرنا المجد، زرعنا السلام، وكتبنا التاريخ بأفكارهن الوردية وبحروف ذهبية. ملكة كنت، فاعلة أو أميرة، تحية لمعالي الوزيرة. الله معكم. معالي الوزيرة بحلقتنا لليلة هي الدكتورة فهمية شرف الدين اللي رح تستلم وزارة الداخلية. التنسيق بين الوزارات هذا جزء أساسي من العمل السياسي للحكومي. ما بقى فينا نمشي على القانون يلي بعده من أيام العثمانيين في لبنان. طلبت بوزارة للمغتربين فقط، لماذا؟ ما عم نساعد ناس بحاجة إنه يكون عندهم جنسيتهم تيكون عندهم حق يرجعوا عبلادهم. ما في شيء بيشجعهم للعودة إلا الأمن. لسنا في السلطة لكي نفرض، نحن في السلطة لكي نخدم. كأنه يعني السياسيين هن عم يصلحوا اللبنانيين والكتب والكتب والأفلام السينمائية عم تعمل الحرب. ما في أمل أكيد من السياسيين، في نوع من انتهازية. مشروع لازم يكون جاهز، صار في ظرف، صار في إقناع، أي واحد بيمشي قبل التاني لازم تمشي. طب ليه أنا بلبنان كتير صعب وكتير ما أقدر حقق؟ لا بدي حقق. بناء الدولة لسيما بناء حاجات المواطن البيئية ما بتصير مثل بعمر بناية. أنا مؤمن أنه عصر الرجل فشل. بأي دراسة علمية بنعرف أنه المرأة تعطي أكثر من الرجل في العمل. مرأة قادرة على إدارة أي مرفق تستطيع أن تكون فيه، والمرأة مش مستحيل يعني تحييدها بهالطريقة أو إبعادها. عم يجربوا يعطونا ثقافة جديدة ما نشوف نحن حالنا فيها. كل يوم تحكوا عن كتاب، كل يوم يحكوا عن عمل فني. وزارة الثقافة ليست شرطي. يعني عيب لهلأ بعدنا بهيدا العصر نحن كمان ما عنا مكننة، وهيدي حاجة أساسية. يعني إن الشباب في العصر جدا شباب التغيير. تجربتي مع الشباب كانت بالتطوع اللي قدموه لوزارة الداخلية بثلاث سنوات. بقدر اقول لك كثير من الاشياء اللي كثير مهمه اللي انعملت كانوا هني وراها. الجامعات هو منبع الشباب وهو المستقبل. المجتمع الاهلي الثقافي بلبنان متقدم اكثر بكثير جدا من دوله لبنان. انا هيدا الحزب اللي نحن موجودين فيه هو حزب الشباب، النسبه الكبيره فيه هو نسبه شباب. في مشكله كبيره في المنطقه العربيه ككل، منخاطب الشباب كانه الاولاد صغار. اتركوا الشباب يعبروا. بدنا يعطونا راس الحبل ونحن بنطلع. الأمل فيكم أنتو ما تغيروا ويكون عندكم النية مش الخجولة، النية الشجاعة للتغيير. كل الحياة بلبنان مدنية ما عدا حياة النساء هي طائفية. نحن وحتى جيلنا عاملين مع فكرة أنه السياحة بالصيفية مهرجانات. دايما أنا بنظر لوزارة البيئة وزارة الوجود. بيروت انستيتيوت هي عبارة عن مؤسسة فكرية نبتت من الداخل. أنتوا مش معترضين على الجوهر، معترضين على الشكل، ولكن نحن نحلم لأنه بالحلم دايما في نتيجة، وإذا ما حلمنا أنه نتغير ما لح نوصل للتغيير. أكيد. إذا رح يتميز لبنان بشي مش بسياسيين وبمثقفين. ضلك معنا، ساعدنا، شجع الآخرين من القطاع الخاص خاصة على مواكبة هيدا العمل والمستقبل لنا. وإلى اللقاء مع معالي وزيرة جديدة في الحلقة المقبلة. معالي الوزيرة مع داليا داغر الثلاثاء في الأوقات التالية على قناة المرأة العربية بالشراكة مع مركز الأمم المتحدة للإعلام.